أكبر معرض ومؤتمر نووي بيعقد كل عام على مستوى العالم في مدينة سوتشي الروسية. اختتم فعالياته، دورته كانت الـ11، لكن الأهم واللي جعلنا نحن مهتمون بهذا المعرض في هذه الدورة هو حصول مشروع الضبعة النووي المصري على ثاني أفضل مشروع على مستوى العالم من حيث البدء والانطلاقة. وهذه الجائزة الحقيقة هي جائزة بتعتبر الأولى اللي بيحصل عليها مشروع نووي بهذا الحجم على مستوى الشرق الأوسط. بهذه المناسبة أجرت قناة النيل الأخبار حوار حصري من داخل فعاليات الدورة الـ11 لمؤتمر ومعرض أتوم أكسبو بمدينة سوتشي الروسية مع السيد أليكس فورونكوف، وده المدير العام لشركة روزاتوم في الشرق الأوسط. فلنتابع هذا الحوار الخاص. التكنولوجيا المتطوره التي يقدمها المفاعل الضبعه بالتحديد مقارنه بالمشروعات الاخرى في المنطقه؟ في الاول احب اذكر ان التكنولوجيا المستخدمه في اطار تنفيذ مشروع الدباء طبعا تنتمي الى احدث التكنولوجيات للمفاعلات، ليست فقط في روسيا لكن في العالم كله، وتنتمي الى الجيل الثالث وزياده، وفي نفس الوقت بتشمل كل الترتيبات الأمنية المطلوبة وأحدث التكنولوجيات الأمنية. وطبعا يعني هذا الشيء أهم الجانب يعني للتكنولوجيات الروسية بشكل عام. كيف يمكن لمشروع الضبعة أن يؤثر بالإيجاب على طريقة تقبل دول إقليمية وأفريقية للطاقة النووية؟ برأيي الشخصي تنفيذ مشروع الضبعة هيكون نموذج للدول الثانية، لأن هذا المشروع بتسهم إلى التطور الاقتصادي الاجتماعي طبعا، وإضافة إلى هذا بتسهم في إيجاد البنية التحتية في مصر مثلا. طبعا يعني نتيجة تنفيذ هذا المشروع هتحصل الشركات المصرية المحلية لإمكانية حصول على التجربة في تنفيذ واحد من أكبر المشاريع في للاقتصاد في الشرق الأوسط وللاقتصاد المصري كمان. وطبعا في المستقبل هيكون ممكن بالنسبة لهذه الشركات استخدام هذه التجربة في المشاريع الثانية متعلقة بروساتم بر مصر طبعا. إضافة إلى هاي طبعا يعني بتسهم تنفيذ هذا المشروع إلى إيجاد الفرص العمل الإضافية والجديدة، وهذا الأمر مهم للمصر زي للدول الثانية في المنطقة. ممكن ذكر كمان أن نتيجة تنفيذ هذا المشروع هيتم زيادة توليد الكهرباء، وحاليا في المرحلة الحالية توليد الكهرباء أو يعني كهرباء تنتمي إلى السلاح المصدرة يعني، وطبعا ممكن حصول على الدخل نتيجة تصدير الكهرباء إلى دول المنطقة يعني دول ثانية وقع في المنطقة. طبعا من المهم أن تنفيذ المشروع بيسهم كمان لإيجاد البنية التحتية الاجتماعية، وهذا الجانب مهم لأي من الدول المنطقة بما فيها مصر. أخيرا يا فندم، ما هو الدور المهم التي ممكن أن تلعبه الطاقة النووية للحفاظ على البيئة؟ طبعا تنتمي تكنولوجيات النووية إلى تكنولوجيات الحدرة، لأن هي بتسهم في تخفيض مستوى أكسيد كربون الثاني في الجو. وطبعا يعني بالمقارنة مثلا حتى مع توليد من الغاز، مستوى أو يعني سهم المحطات النووية ما فيش توليد يعني لغاز أكسيد الكربون الثاني أبدا.